histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة هنكمل non-membranous organelles. اتفقنا إن non-membranous cell organelles عبارة عن إيه؟ الريبوزومز، cytoplasmic filaments، microtubules الأنابيب الصغيرة الموجودة جوه الخلية، وفي حاجة اسمها سنتريولز والسيليا اند فلاجيل. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن الريبوزومز والسيتوبلازميك فيلامنتس اند مايكروتوبيولز. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن السنتريولز سيليا اند فلاجيل. اول حاجة السنتريولز. سنتر يعني مركز، مركز الخلية، الجسم المركزي اللي في نص، اللي في مركز الخلية اسمه سنتريول. سنتريولز ده عبارة عن non-membranous organelles مهم في السيل ديفيجن. افتكروا السيل ديفيجن هيبقى اي سنتريول، نفتكر حرف سي وسيل ديفيجن، يبقى هو ده اهم حاجة. الجسم المركزي ده مسؤول عن انقسام الخلية. لو خلية ما فيهاش سنتريولز يبقى مش هيحصل لها سيل ديفيجن، مش هيحصل لها انقسام. ادي زي ما احنا شايفين كده، ادي السنتريولز. اي خلية لسه ما بتنقسمش بيبقى فيها زوج من السنتريول، one pair of centrioles، يعني اتنين كده مع بعض، زوج كده مع بعض. لو خلية بتنقسم بيحصل duplication بقى، بدل ما يبقى زوج واحد يبقوا زوجين من السنتريولز زي ما قلنا في السيل ديفيجن. طيب باللايت مايكروسكوب couldn't be identified بالH and E. الH and E مش بيبين، الH and E مش بيبين السنتريولز. طب يا ترى في صبغه سبيشال ستين تصبغ لنا السنتريولز؟ ايوه، صبغه اسمها الايرن هيماتوكسلين. ايرن هيماتوكسلين دي لو تفتكروا قلناها فين قبل كده، في الميتوكوندريا. فاكرين الميتوكوندريا بتطاقه، بتطاقه يعني قويه، بتطلع ايه انرجي اي تي بي، فكانت ايه بتشيل حديد كده، ايرن هيماتوكسلين. يبقى افتكر الميتوكوندريا كانت بتتصبغ بالايرن هيماتوكسلين. افتكروا برضو كده، شايفين الدمبلز اللي قدامنا دي، شايفين منظر السنتريول بيبقى بنفس المنظر ده، شبه الايه الاسطوانه كده، سلندريكال شيب بالشكل ده. هنفتكر شكل الدمبلز دي حديد برضو كهي، يبقى ايرن هيماتوكسلين. يبقى الميتوكوندريا قويه اي تي بي بالايرن هيماتوكسلين بتتصبغ، ونفس الكلام في السنتريول. بيبانوا نقطتين لونهم دارك بلو، احنا عارفين طبعا الهيماتوكسلين لونه ازرق بلو، ايرن هيماتوكسلين نفتكر كده هيماتوكسلين غامق يبقى دارك بلو، موجودين كده بالشكل ده. طبعا دي هي خليه بتنقسم ففيها زوج الناحيه دي وزوج الناحيه دي، لونهم غامق كده دارك بلو بالايرن هيماتوكسلين. وبقيه الخليه بتبقى ايه باهته كلير كده، باهته لونها باهت كده، اما دي اللون الغامق السنتريولز. طب بالاي ام يا ترى السنتريول شكله عامل ازاي بالالكترون مايكروسكوب؟ السنتريول او السيليا او الفلاجيلا كلهم بيتكونوا من مايكروتوبيولز انابيب. فاكرين المايكروتوبيولز الانبوبه اللي كانت مكونه من 13 بروتوفيلمنت؟ السنتريول هو ذات نفسه بقى بيتكون من عده انابيب، كذا مايكروتوبيول جنب بعضهم يعملوا الاسطوانه اللي اسمها السنتريول. الجدار بتاع السنتريول بيتكون من كام أنبوبة؟ كام مايكروتوبيول؟ 27 مايكروتوبيول متجمعين في 9 حزم. شايفين هنا بصوا كده، كل 3 مايكروتوبيول متجمعين مع بعض، ما 9 حزم يعني 27 على 9 فيها 3، كل 3 متجمعين مع بعض، كل 3 عاملين حزمة، كل 3 كده عاملين حزمة بالشكل ده. فعندنا كام حزمة؟ 9 باندلز، وكل باندل فيها كام مايكروتوبيول؟ 27 على 9 فيها 3، يبقى كل بندل فيها 3 مايكروتوبيول شابكين مع بعض بالشكل ده. الثلاثة مايكروتوبيول اللي مع بعض بيسموهم تريبلت، تراي يعني 3، تريبلت يعني مجموعة ثلاثية من المايكروتوبيول. طب ايه اللي مربطهم ببعض؟ عبارة عن ايه؟ الكترون دنس ماتيريال كده، فايبلرال كأنها شوية فايبرز كده مربطاهم مع بعض. ده قطاع عرضي بالشكل ده، وده كده بالطول، وباين ايه هنا كده السنتريول ده مجسم كده، شكل مجسم مبين الناين تريبلتس. ادي دي تريبلت وجنبها تريبلت، لو عديناهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
ناين تريبلتس يعني 27 مايكروتوبيول. الوصف ده مهم عشان لو جات لنا الصورة بالاي ام. طب ايه وظيفة السنتريول؟ نفتكر سنتريول اولها حرف سي، فعندنا ثلاث وظائف بحرف السي. اول حاجة لسه قايلين من شوية سيل ديفيجن، يبقى important for cell division. تاني حاجة، طب خلية مش بتنقسم بقى، خلية دلوقتي مش بتنقسم، السنتريول مهم فيها؟ ايوه، اسمه سنتريول يعني هو في السنتر. act as the center about which other cell organelles are polarized، يعني هو كأنه مركز الخلية وكل الأورجانيز التانية بتبقى ايه بولارايزد وتستقطب حواليه كده وتبقى موجودة حواليه، يبقى هو السنتر بتاع الخلية، من اسمها سنتريول يعني هو السنتر، ونفتكر سنتريول مهم في السيل ديفيجن. تالت حاجة، ان السنتريول ممكن يقف تحت السيل ممبرين كده بتاع الابيكال بارت من بتاع قمة الخلية، ويبدأ يحفز الخلية ده اثناء تكوين الخلية انها تكون سيليا، يبقى انسليتد سيلز السنتريول بيقف في البيز كده يعمل لي حاجة اسمها البيزال بادي بتاعة السيليا زي ما هنقول دلوقتي ان شاء الله. يبقى خلاص نفتكر سيل ديفيجن سنتر سيليا، فالسنتريول هو اللي عامل البيزال بادي بتاع السيليا. يلا نتكلم عن السيليا. يعني ايه السيليا؟ السيليا اللي هي الاهداب. هل في خلايا في جسمنا فيها اهداب؟ ايوه، في خلايا في جسم الانسان فيها اهداب. يعني ايه سيليا او الاهداب؟ عباره عن هير لايك بروسيسز، زوائد كده طالعه طويله شبه الشعر. هير لايك بروسيسز بروجكتنج فروم ذا فري سيرفيس اوف ذا سيل، يبقى طالعه من الفري سيرفيس من السطح الايه الفري، مش طبعا ناحيه الخليه، بتبقى واقفه على حاجه اسمها بيزمنت ممبرين، غشاء قاعدي كده الخليه واقفه عليه. السيرفيس بقى الفوقاني زي راس الانسان ورجله كده، الرجل دي كانها واقفه على البيزمنت برين، الفري سيرفيس الجزء الفوقاني كانه الراس كده بتاع الخليه دوت طالع منه السيليا. موجوده فين؟ موجوده في الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي. ايه وظيفتها؟ موجوده علشان لو اي فورين بادي، اي بكتيريا، اي مخاط زياده، اي حاجه زايده تطرد ناحيه بره. السيليا دي عامله زي المقشه كده، هي اللي بتطرد اي فورين بادي او اي حاجه زايده، ميوكوس زايده او اي حاجه تطرده ناحيه الماوس ويخرج بره الجسم. يبقى موجوده في التراكيا، القصبه الهوائيه، والبرونكيولز او البرونكاي اللي هو الشعب الهوائيه. موجوده فين كمان؟ موجوده في الجينيتال سيستم، الجهاز التناسلي، في الفيميل في اليوترس اند فالوبيان تيوب، موجود في اليوترس اند فالوبيان تيوب، الرحم وقناة فالوب بيبقى فيهم سيليا. ليه موجود فيهم سيليا؟ عشان يحركوا ايه؟ علشان يحركوا الاوفم او الزايجوت، البويضة المخصبة او البويضة تتحرك تمشي ازاي، من المبيض هتروح تدخل للفالوبيان تيوب، عايزة توصل لليوترس هتتحرك ازاي، السيليا اللي موجودة في الفالوبيان تيوب وفي اليوترس تبدأ تزقها واحدة واحدة كده بالراحة عشان توديها في المكان المخصوص، عشان مثلا يحصل لها ايه الامبلانتيشن ولو هيحصل حمل. تمام، يبقى موجوده في الفيميل جينيتال سيستم في اليوترس اند فالوبيان تيوب، وموجوده في الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي. طب يا ترى شكلها ايه باللايت مايكروسكوب؟ بتبان ناحيه الفري سيرفيس اوف ذا سيل بالشكل ده، طولها بتبقى طويله من 10 ل 15 مايكرون، والنمبر بتاعها بتبقى سيفرال هاندردز، مئات. المايكروفولاي كانت اقصر منها وكانت بالالاف، مايكروفولاي او الخميلات، اما السيليا طويله 10 ل 15 وعددها بيبقى بالمئات جوه الخليه. شايفين الشعر اللي طالع ده؟ الخليه طالع منها ايه الشعر كده، دي اسمها السيليا. هير لايك بروسيسز بالشكل ده بتبان باللايت مايكروسكوب عشان طويله. طيب ايه اجزاء السيليا؟ كومبوننتس اوف سيليا بتتكون من ايه؟ اول حاجه الشافت، جسمها جسم السيليا كده، ادي الشافت، الجزء الفوقاني ده اسمه الشافت اللي طالع بره الخليه. تاني حاجه شايفين البيزل بادي؟ مش احنا قلنا ان السنتريول بيقف تحت كده السيل ممبرين ويكون السيليا؟ اهو موجود تحت اهو سنتريول، بيبقى هنا بقى ما اسمهوش سنتريول، بيبقى اسمه بيزل بادي، جسم قاعدي. بعد كده حاجه اسمها الروتلتس. الروتلتس او زي الجذور، روت يعني جذر، روتلتس كانها جذور كده، عارفين النبات له جذور كده، فدي زي مشبهنها كانها الجذور كده مثبته البيزل بادي في مكانه، بيبقى اسمها روتلتس.
طيب بالاي ام، يا ترى بالاي ام السيليا بتبقى عامله ازاي؟ هنلاقيها برضو متكونه من انابيب مايكروتوبيولز، بس مش كل الانابيب اللي في في البيزل بادي كملت فوق. يعني البيزل بادي ده الانابيب، انتوا عارفين طبعا المايكروتوبيول عامله زي المكعبات كده، تطول وتقصر، يعني ممكن لها القدره انها تجمع تيوبيولين بروتين فوق بعضه كتير فتطول. فاللي بيحصل ادي هنا البيزل بادي بيبقى عباره عن، فاكرين 27 مايكروتوبيول متجمعين في 9 تريبلتس، كل اتنين بس كده من التريبلتس دول هما اللي هيطولوا، يعني في واحدة مش هتطول، يبقى هيبقى عندنا 9 تريبلت ولا 9 دبلت في السيليا؟ مش هيبقوا تلاتة بقى انابيب جنب بعض، مش هيبقى تريبلت، هيبقى دبلت اتنين بس، يبقى 9 دبلتس. وفي اتنين بقى من اللي لوحدهم كده الفرادينيين، دول هيبقوا في السنتر. فخلي بالكوا السنتريول ما كانش له حاجة في السنتر، اما السيليا في 2 سنجلتس، اتنين سنجل كده في النص، شايفين هنا في اتنين سنجلت موجودين، اما السنتريول ما كانش فيه حاجه في السنتر بتاعه، او البيزل بادي نفس الكلام ما فيهوش حاجه في السنتر بتاعه. يبقى في النص اتنين سنجلتس وفي 9 دبلتس، 9 دبلتس يعني 2 × 9 = 18، واتنين في النص يبقى 20. يبقى السيليا فيها كم مايكروتوبيول؟ 20 مايكروتوبيول، 18 على البريفري واتنين سنجلتس في النص، مش عاملين بقى لازقين في بعض يبقى اسمهم دبلت هما كمان، لا كل واحده واقفه لوحدها بعيد عن التانية. المايكروفيلاي بقى مقارنه بيها انها طبعا الدايمتر بتاعها بيبقى اصغر وما فيهاش مايكروتوبيول. المايكروفيلاي فيها مايكروفيلامنتس، فيها اكتين، لو تفتكروا في الاكتين كان من ضمن الاماكن بتاعه انه موجود في المايكروفيلاي، وظيفته انه يتحرك، الحركه بتاعه في الاكتين، والاكتين وظيفته انه بينقبض يطول ويقصر المايكروفيلاي. اما المايكروتوبيولز بتاعه السيليا وظيفتها انها تتحرك، في حركه، تزق حاجه، تطرد حاجه. طب ايه وظيفه السيليا؟ وظيفتها انها بتحصل لها ايه، بيتنج او حركه ان وان دايركشن، بحيث انها الحاجه تزقها مثلا بتزق من ناحيه الشمال لليمين على طول، فكله ماشي في نفس الدايركشن، يزق من الشمال لليمين لغايه لما مثلا يطرد الحاجه دي بره الجسم او يوصلها للمكان ايه مثلا اللي هي عايزه تروح فيه، فكلهم ماشيين بنفس الدايركشن، كلهم بيزقوا نفس الاتجاه ان وان دايركشن، يقدروا يحركهم الميوكاس او الفلويد في الطريق اللي هم عايزين ايه الجسم محتاج يتحرك ناحيته. يعني الريسبيراتوري سيستم هتكون السيليا بتتحرك ناحيه اللنج ولا ناحيه بره؟ هتبقى متحرك ناحيه الايه، الماوس، مش ناحيه الرئه. طيب نتكلم بعد كده عن الفلاجيلا. الفلاجيلا دي اللي هي معناها الاصوات، الصوت، زي ما كان في الاهداب، الاهداب والاصوات هما الاثنين قريبين من بعض جدا في الاستراكشر. الفرق ان الفلاجيلا بتبقى طويله لونج كده، ويبقى الخليه فيها واحد بس طويل كده، ودي مش موجوده في جسم الانسان غير في السبرم او الحيوان المنوي بالشكل ده. كل الطويل اللي قدامنا ده، كل ده اسمه فلاجيلا. طبعا فلاجيلا ده جامع، مفردها فلاجيلم واحد بس. يبقى بيبقى لونج سيتوبلازميك بروسيس، موجود فين؟ في التيل اوف ذا سبيرم. السبيرم بيبقى بيتكون من هيد، راس كده، ونك، وتيل. التيل او الديل بتاعه ده عباره عن فلاجيلم، بيبقى نفس الاستراكشر بتاع السيليا، نفس الاستراكشر، عباره عن ال 9 دبلتس وفي النص 2 سنجلتس. بالاضافه بقى طبعا عشان هو في السبرم محتاج طاقه وكده، بيبقى حواليه ميتوكوندريا، حواليه يعني استراكشرز كده مختلفه، بس الاساس فيه، في اجزاء ما فيهاش غير الشكل ده اللي هو زي السيليا بالظبط. الفرق انه طويل واحد بس جوه الخليه، وموجود فين؟ في التيل اوف سبرم. ايه الفرق بين السيليا والفلاجيلا؟ المقارنه عندكم العدد، العدد السيليا كتير ممكن مئات، اما الفلاجيلا واحد بس. الطول، الطول من 10 ل 15، السيليا يا شوفوا بقى الفلاجيلا قد ايه، 200 مايكرون طويل، اكتر من 200 كمان. الحركه، الحركه بتاعه السيليا بتبقى ايه، بيتنج ريزميكالي ان وان دايركشن، بتتحرك في اتجاه واحد عشان تطرد. اما السبرم حركته ويب لايك سويمنج موفمنت، عارفين شبه الايه، الكرباج كده، ما الواحد يمسك الصوت او الكرباج، عشان كده بيسموه الصوت، شبه الكرباج كده، بيبقى بيتحرك ايه، حركه كده مموجه كده.
طب مكانه السيليا موجودة في الريسبيراتوري سيستم، تراكيا والبرونكيولز، وموجودة في الجينيتال سيستم في اليوترس والفالوبيان تيوب، أما الفلاجيلا مش موجود غير في التيل اوف سبيرم. طيب نشوف الكيس اللي معانا، 32 years old male patient presented with cough with copious foul smelling sputum. ميل وذكر عنده 32 سنة بيشتكي من كف، عنده كحة وكوبياس يعني كمية كبيرة، فاول سميلينج سبيوتم، عنده سبيوتم او يعني البصاق او البلغم طالع من الماوس بتاعه كمية كبيرة وريحته مش كويسة. الكلام ده بيشتكي منه فترة مزمنة، يعني بقاله 6 شهور عنده المشكلة دي. وانفرتايل يعني متجوز من 10 سنين وانفرتايل ما عندوش اولاد. والسيمن اناليسز موضح ان في ابنورمال سبرماتوزو، يبقى هو عنده دلوقتي مشكله، وعنده مشكله في السبرم، ابنورمال شيب وموتيليتي، مفيش ايه حركه في السبرماتوزو. فايه الاورجانيز اللي يكون متاثر هنا؟ في سندروم كده متلازمه اسمها اموتايل سيليا سندروم. يعني ايه اموتايل سيليا سندروم؟ يعني في مشكله في السيليا، في بروتين معين في السيليا مسؤول عن حركتها، البروتين ده فيه مشكلة فمخلي السيليا مش بتتحرك، يبقى اموتايل يعني سيليا غير متحركة ما بتتحركش، يبقى كده فقدت وظيفتها. في السبت زي ما احنا شايفين ادي الناين دبلتس كده، في بروتين اسمه داينين، بروتين الداينين اسمه داينين، كلمة دايناميك يعني حركة، داينين يعني ده البروتين بتاع الحركة. بروتين ده affected حاجة وراثية أثناء تكوين الجنين، يعني حاجة جينية، فالبروتين ده فيه مشكلة. فالسيليا موجودة اتكونت بس مش بتتحرك، لأن البروتين ده اللي بيخلي الميكروتوبيول تلف حوالين بعضها والسيليا تتحرك، مش وظيفته هو مش شغال فما بيعملش الوظيفة بتاعته، فالسيليا مش بتتحرك. فالسيليا لما ما تتحركش ايه اللي يحصل؟ يحصل لي حاجه اسمها الاموتايل سيليا سندروم. يعني ايه؟ الريسبيراتوري سيستم زي ما احنا شايفين كده، الريسبيراتوري سيستم والجيوب الانفيه دي كلها فيها سيليا، السيليا لما تبقى موجوده ومش بتتحرك فيضطر ان يتجمع فورين بودز، هيبقى في انفكشن، في بكتيريا، فده اللي مسبب عنده ان هو عنده الكف على طول، وعنده كحه، وعنده البلغم الكتير اللي بيطلع وريحته مش كويسه، ان في انفكشن، في حاجه مش كويسه. تمام. غير كده كمان الفلاجيلم بتاع السبيرم بالشكل ده، شايفين ادي السبيرم برضو كنان مطايل مش بيتحرك، فطالما مش بيتحرك مش هيقدر يحصل فيرتلايزيشن للاوفم، فمش هيبقى فيه انجاب، مش هيقدر الشخص ده انه ينجب اطفال. طب لو في الفيميل نفس المشكلة، لو في ميل هيبقى عندها برضو نفس المشكلة في الريسبيراتوري سيستم، ونفس المشكلة بقى في الفالوبيان تيوب واليوترس، ان الفالوبيان تيوب ما عندهاش القدرة انها تحرك الاوفم وتمشيها عشان يحصل الامبلانتيشن، فخلاص مش هيحصل فيرتيليتي، يعني مش هيبقى فيه اطفال. فالكلام ده ممكن يحصل في الميل او في الفيميل، لان الاثنين فيهم الفلاجيلم او السيليا بتاعه الفالوبيان تيوب الاثنين نفس الاستراكشر، كل الاثنين عباره عن الناين دبلتس وفيه البروتين الداينين اللي متاثر. فده بالنسبه للاموتايل سيليا سندروم. وبكده يبقى انتهينا من النون ميمبرينس سيل اورجانيلز، واشكركم والتقي في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.